خليني اسالك بقى ايه، يعني احنا كمان كام ساعه هندخل في اختبار قوي جدا، مفترق طرق زي ما بيتقال، وعندنا مباراه قويه. تمام. شايف مباراه النهارده ازاي؟ يمكن هاخد من المقدمه بتاعتك. مباراه النهارده بالفعل هي مفترق طرق للزمالك، مش على الصعيد القاري او دوري الابطال بس، لا ده على صعيد الموسم كله. الفوز هيرجع الثقه تاني، وهيرجع الزمالك كمنافس مباشر وكمنافس اول للتاهل على راس على صداره المجموعه. هيرجع له ثقته في بطوله الدوري تاني، وهيرجع يستكمل مبارياته في بطوله الدوري بنتائج ان شاء الله تكون افضل من مباراه سموحه الاخيره. العكس اللي ما نتمنهوش، يعني عدم الفوز هيعقد الامور شويه، هيعمل بعض التوتر في الفريق، ممكن يكون سبب في احداث تغيير في الجهاز الفني وعلى راسه المدير الفني، زي ما سمعنا في الفتره الاخيره كلام كتير كده بيدور حول مستقبل كارتيرون. فالزمالك هو اللي في ايده النهارده يكون يتحكم في الموسم بتاعه. يمكن لعيبه عندها وعي كبير وخبرات كبيره جدا، ان هي تعرف تفرق النهارده او يعني تميز اهميه المباراه النهارده. الفوز بيها هيعدل المسار زي ما قلنا، لا قدر الله حاله عدم الفوز يعني تبقى خلينا مشكله. نقول برضو كده انه طلع انه اتقال انه كارتيرون مكمل معانا، الاداره اكدت ان كارتيرون مكمل معانا وان دي كلها مجرد اشاعات. بس كارتيرون برضو خلينا نقول انه في موقف صعب دلوقتي، يعني في موقف لا يحسد عليه. هل شايف ان كارتيرون مدرب كبير وبخبرات كبيره، فايز متوج بدوري ابطال افريقيا وفايز طبعا معانا بالدوري المصري، هل شايف ان هو في الوقت ده بالظروف اللي احنا فيها دي مطالب ان هو يثبت نفسه وان هو يثبت قدراته ويثبت شخصيته كمان؟ يعني انا من وجهه نظري ان مباراه النهارده هي اهم مباراه بالنسبه لكارتيرون على مدار الموسم، يعني مباراه مهمه جدا. زي ما بقول لك، انا يعني انا متاكد ان هي مباراه هتكون حاسمه في مصيره مع الزمالك. كارتيرون عنده خبرات افريقيه كبيره جدا اكتسبها مع الزمالك ومع الرجاء المغربي ومع مازيمبي ومع الاهلي، ففرق من اكبر الفرق في قاره افريقيا، وبالتالي عليه النهارده انه يثبت او يطلع خبراته في مباراه النهارده اللي اهميتها الكبيره جدا. كارتيرون تحت ايده لعيبه مهمه، وتحت ايده لعيبه مميزه جدا جدا، يقدر يتفوق بيهم على فريق سجرادة. فريق سجرادة فريق حديث العهد في قاره افريقيا، فريق ما سمعناش عنه قبل كده في قاره افريقيا كتير، ملوش اي صوالات وجولات في قاره افريقيا حتى لو كان على ملعبه. فاعتقد ان الزمالك النهارده بيضم عناصر قادره ان هي تفوز، بشرط تكون استعدت كويس لمباراه زي دي، تهيأت نفسيا بشكل كويس، قدرت تتجاوز خساره سموحه، وبالتالي ان شاء الله النهارده الفوز ممكن، مش يعني الموضوع قبل ما مش صعب. نتكلم عن مباراه سموحه خليني اقول لك انه دايما الواحد بيخاف من المباريات السهله، من الفرق السهله. تمام. بيخاف ان احنا نستسهل الفريق او نستسهل لعب المباراه مظبوط، ديت عندك حق. فنحقق نتيجه عكسيه. وكمان الماتش في انجولا، عارف لما يبقى بره ارضنا كمان بتبقى دي حاجه يعني مش في صالحنا قوي، احنا السنه والظروف اللي فاتت المناخيه كان وكده. معانا فريق تونجيس السنغالي في نفس في المجموعه بتاعتنا، وتعادلنا معاه 0-0 بره، رغم انه فريق في المتناول جدا جدا، والزمالك قدر يكسب في النهايه في ماتش القاهره 4-0. كان حقق النقطتين اللي بره اللي فقدهم بره، كان زمانه متاهل من المجموعه. وبالتالي زي ما انت بتقولي فعلا، ما ينفعش نتهاون مع الفرق السهله، ما ينفعش نستسهل الماتش وناخر التسجيل للدقائق الاخيره، لان مع تاخير الهدف الفريق الصغير بياخد ثقه، بياخد ثقه طبعا، بيتجرأ عليك، بيحس حقيقي انه يقدر ياخد اللي هو عاوزه من المباراه. يعني ده حقيقي، خصوصا ان احنا كمان بنتكلم من الظروف الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي ديت. مش فكره ان الفريق سهل ولا الفريق صعب، هي فكره ان احنا حاطين نفسنا دلوقتي في موقف بالزبط. صعب، بالزبط. موقف لازم ان احنا نطلع ان شاء الله اكيد النهارده طبعا. بالثلاث نقط.